السادة الحضور، تأتي قمتنا في توقيت يشهد فيه العالم جهوداً حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية خاصة الإفريقية على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا، وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو، فضلاً عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذاً في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية. إن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 كان من منطلق حرصها على المشاركة بفعالية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم بما يتناسب مع مبدئي الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ويأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للدول. إن قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضرراً نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها نظراً لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.